المغاربه نحاربوه، ماشي الامن. الامن كيحارب من جهته، ولكن حنا كمجتمع مدني وحنا نتواجد بالقرب من هذا النصف التذكاري للتنديد والاستنكار من اجل الافعال الارهابيه الوحشيه التي قام بها واحد كلها واحد الشرديمة مخلصة سرديمة لا يمكن لها أن تنسب ولا أن تنتمي للشعب المغربي، لأن الشعب المغربي كما عرفنا منذ زمن بعيد ينعم بالأمن والأمان، وأنتم شاهدتم المراحل التي مرت بها بعض الدول ما يسمى بالربيع العربي. الآن حنا كسمحنا كيحسدونا على الأمن ديالنا والاستقرار ديالنا في مغربنا، وجاو هاد الناس هاد الأميين هاد الجهلة ويخربونا. واعتقد ان هذا العمل هذا وان هذا العمل الشنيع في الفعل غادي يجي يوحدنا، لان المغاربه عندما يتعلق الامر بالتوابيت فالوطن خط احمر، فالكل مهما اختلاف المشارب ديال المجتمع المدني كيف ما بغى يكون نوعه يتحدون عندما يحسون بان شيئا ما يمس بمصالحهم ووطنهم. هاد الناس اللي داروا هادشي راه ما تنعرفوهمش، راه ما عندهم لا دين لا وطن لا حتى شي حاجه. حنا الساكنه كلها كتستنكر هادشي اللي قاموا به هاد الناس، لان ماشي في صالحنا حنا، وحنا ما تنعرفوهمش، ما كيعرفهم حتى شي واحد. حنا بغينا لهم اقصى العقوبه، اقصى العقوبه على هادشي اللي كيديروا، لان ما عندهم لا دين لا وطن. وحنا بشعارنا الخالد كنقولوا الله الوطن الملك، وكنعزيو هادوك الناس كنقول لهم الله يديرهم من جهه الصديقين والشهداء والنبيين، تعازينا الحاره لهادوك الناس اللي ماتوا اللي ضاعوا العائلات ديالهم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.